ما هو مرض التصلب المتعدد؟ تمام، هو مرض مناعي بيصيب الجهاز العصبي المركزي اللي هو المخ والنخاع الشوكي والعصب البصري زي ما حضرتك تفضلت وقلت. الالتهاب ده بيبقى مناعي. يعني ايه مناعي؟ يعني الجسم بيكون اجسام مضاده ضد نفسه. يعني الجسم بيهاجم نفسه. بيهاجم نفسه ازاي؟ اسبابه ممكن يكون في عدوى فيروسيه حصلت في الاول، وبعد كده الجسم بدل ما يكون اجسام مضاده ضد هذا الفيروس، لا ده عمل اجسام مضاده ضد المخ والنخاع الشوكي او العصب البصري. فتخيلي ان منك لنفسك بتقاومي وبتهاجمي نفسك، مشكله. يبتدي يحصل مشكلة في المخ والنخاع الشوكي والعصب البصري، اللي هي مادة الميلين المغلفة للأعصاب بتبتدي تتآكل. أيوة. لما بتتلف مادة الميلين، الإشارات من المخ للعضلات بتضرب، زي ما يكون عندك قفلة في البيت، مش يقولك أصل الرئيسي روحي الفيوزات، أهي دي الفيوزات بقى. يعني الميلين ده لما بيتقشر أو لما بيتاكل، دي المادة العازلة اللي بتبقى على العصب واللي بتسمح بتوصيل الإشارات الكهربية من المخ إلى العضلات. يبقى لما الحكاية دي بتبوظ الديناميكية بتاعتها، يبتدي يحصل ضعف في الإيدين أو الرجلين، اللي هي ضعف في الحركة، ضعف في الإحساس، عدم توازن، مشكلة في الرؤية لو حصلت في العصب البصري، مشكلة في الإخراج وعدم التحكم في البول سواء احتباس أو تسيب وانفلات. يعني